بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبي الرحمة محمد بن عبد الله، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حديثنا لهذه الخطبة إخوة الإيمان حديث وتنبيه عن بعض الأخطاء التي تحدث في مسجدنا هذا. الله عز وجل جعل تواجدنا في المسجد لأمر عظيم، وهو الألفة والمحبة والتقارب والتآزر فيما بيننا. فمن أجل ذلك الله تبارك وتعالى أوجب علينا الصلاة قائمين بجانب بعضنا البعض، لكننا مفرطون ومقصرون في اصطفافنا للصلاة. حالنا في اصطفافنا في الصلاة ليس كما كان حال الصحابة رضوان الله عليهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه تكلم على هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري ومسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، مما يجعل الصلاة تامة ومما يجعل الصلاة بإذن الله مقبولة. وكثير من العلماء قالوا بوجوب استواء الصفوف، وأن الجماعة آثمة إذا فرطوا وما اصطفوا اصطفافا صحيحا، كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا أمر مهم، نرى هناك خلل أحيانا في الصف الأول وفرجة من الممكن أن تسد، لكن الناس يترددون لسد الفرج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لأتوهما ولو حبوا، ما يستطيعون المشي سيأتون إليها حبوا. النداء المجيء إلى المسجد باكرا وقت الأذان، والصلاة في الصف الأول، هناك فرجة في الصف الأول، لماذا لا تدخلها وتسدها؟ ويبارك الله تبارك وتعالى لك. من الأخطاء أيضا أن الصفوف ما تتم وينشأ صف جديد، الصف الأول فارغ وفيه فرجات كثيرة وفيه مجال كثير، والصف الثاني ينشأ والناس يصلون فيه، أو الصف الثاني غير مكتمل والصف الثالث يبدأ. هذا كله لا ينبغي. وإذا بدأ الصف إخوة الإيمان لا بد أن يبدأ من منتصف الصف، يبدأ الصف من منتصفه ثم يملأ عن يمينه وعن شماله. ومن الأخطاء أيضا بعض الناس في صلاتهم على الكرسي لا يصطفون اصطفافا صحيحا في الصف، ماذا يفعلون؟ يجعلون مؤخرة الكرسي، القدمان المتأخرتان، يجعلونها خلف الصف. الطريقة الصحيحة للاصطفاف عندما تصلي في الكرسي أن تجعل القدمين الخلفيتين على الصف، والقدمين الأماميتين تكونان ناتئتين وبارزتين عن الصف، هذا هو الصحيح. فاهتموا لهذا إخوة الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم: يا عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، يجعل الله نفرة بينكم لا يحب بعضكم البعض. مجيئنا للجماعة لكي نحب بعضنا البعض ونتعرف على حالنا. فبتواجدنا في المسجد إن تغيب أحدنا علمنا بأن هناك أمر ما ليس على ما يرام، فنسأل عنه ونزوره ونذهب إلى بيته. وهذا ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح الإمام مسلم أنس بن مالك رضي الله عنه زار المدينة، كان في المدينة ثم انتقل إلى البصرة،
بعد وفاة المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. بعد فترة من الزمن عاد أنس بن مالك رضي الله عنه إلى المدينة، فسأله الناس فقالوا: ما أنكرت علينا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما تنكر علينا؟ ما الذي تغير في المدينة؟ ما الذي تراه منكرا، أمرا ما كان يحصل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والآن يحصل؟ قال: ما أنكر عليكم شيئا غير أنكم لا تقيمون الصفوف، غير أنكم لا تقيمون الصفوف. ما كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نبادر لسد الفرج. إن كان هناك فرجة وكان هناك مجال في الصف الذي في الأمام، تتقدم إليه وتسد الفرجة حتى يبارك الله لك تبارك وتعالى ويرفع أجرك. من الأمور المنبوذة أيضا التي تحدث في المسجد، ومن الأمور التي تخالف أدب المسجد وتخالف أدب المجالس قبل المسجد، التثاؤب يا إخواني. تكلمت على هذا قبل سنة، والحمد لله تبدل الحال وتغير الحال، والناس أصبحوا لا يتثاءبون في الصلاة. لكن قبل 4 أو 3 أيام أحد المصلين تثاءب بطريقة، والله ليس التثاؤب البشر، تثاؤبا عجيبا، تثاؤب الجمال والديناصورات، تثاؤب بصوت عال، هذا ينافي الصلاة وهذا ينافي أدب الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام البخاري: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم أن يشمته بأن يقول له يرحمك الله، وأما التثاؤب فمن الشيطان، إنما هو من الشيطان، فليدفعه ما استطاع. يدفع التثاؤب، يسد فمه، يغلق فمه، يمنع التثاؤب من الاستمرار، فإذا قال ها ضحك الشيطان. والأدهى والأمر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عظيم لو تأملناه: والله ما نتثاءب في الصلاة وسنسعى جاهدين في منع التثاؤب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاوب أحدكم فليكظم، فليغلق فمه، فليوقف التثاؤب، فإن الشيطان يدخل، وإذا دخل الشيطان في المرء أشغله عن الصلاة وصرفه عن الخشوع وصرفه عن لب الصلاة. والله يا إخواني ما استشعرنا عظمة الله تبارك وتعالى ولا عرفنا أهمية الصلاة وعظمها. أنت أمام ملك الملوك رب العالمين الله تبارك وتعالى تناجيه وتدعوه. تخيل أنه ملك من ملوك الدنيا، أو رئيس من رؤساء الدنيا، أو ثري من الأثرياء دعاك لزيارته في قصره وفي مكان إقامته. كيف ستعد لهذا اللقاء؟ ستحتار ماذا ألبس، ماذا أقول؟ وقبل أن تقول هناك بروتوكول معين لا بد أن تتبعه: قل كذا وقل كذا ولا تفعل كذا، وامشي هكذا وافعل كذا، واجلس بالطريقة الفلانية، وما إلى ذلك. وتسعى جاهدا في أن ترضي ذلك الرجل رئيسا كان أو ملكا أو ثريا، كي يغدق عليك بالعطاء ويعطيك من المال الذي عندك. فما بالك برب الأرباب؟ استشعر هذا في قلبك. رب الأرباب تناجيه وتدعوه وأنت في بيتي، كيف يتثاءب المرء بهذه الطريقة؟ هذا استهانة بالصلاة، وهذا عدم شعور بأهمية الصلاة وعظم وقوفنا أمام الله تبارك وتعالى. أمر آخر وخلق أيضا لا أدري متى سينتهي، خلق يخالف خلق المسجد، خلقا تكلمنا عنه المرة تلو المرة لكن الناس لا يبالون، ألا وهو الحديث في المساجد. في الجمعة الماضية وفي الجمعة التي مضت أيضا الإخوان يتصلون بي قبل الصلاة ليشتكون: أتينا باكرين لكي نصلي، لكي نخشع، لكي نقرأ القرآن، لكي ننجو من عبء الحياة ومشاكل الحياة ومشاكل التجارة والعمل، نريد أن نخلد إلى الراحة ونناجي ربنا، لكن أناسا في المسجد أتوا باكرين ويزعجوننا ويزعجوننا، يتحدثون بأصوات عالية. والعجيب في الأمر عندما يذهب الإخوة الذين ينظمون المسجد، ينظمون أمور المسجد. وقبل أن أخوض في هذا، الأخ أسامة والأخ أبو عبد الرحمن سليمان والأخ أبو ناصر محمد باعشم والأخ أحمد السنغالي والأخ أيضا أبو أيوب
هؤلاء هم عجلة المسجد يا إخواني، هؤلاء هم العجلة التي يسير عليها المسجد، لولا الله ثم هم لما نظم هذا التنظيم ولما قام هذا المسجد. فخصوهم بالدعاء، والله الذي لا إله غيره هم عجلة المسجد، لا يتوانون في خدمة المسجد، يفتحون المسجد، يؤذنون، يكنسون المسجد، ينظفونه، يفعلون كل شيء يطلب منهم، فادعوا له. فعموما عندما يطلبون من بعض الإخوة الذين يرفعون أصواتهم، اخفضوا أصواتكم، تزعجون عباد الله الذين يناجون الله ويدعونه ويقرؤون القرآن. لكن بعض الناس يمارون ويجادلون، يجادلون لا حول ولا قوة، كيف تجادل؟ ما تفعله باطل، ليس لديك أي عذر يسمح لك بأن تزعج المصلين مهما كان عذرك، لا يجوز هذا، وهذا محرم. الحديث في المسجد جائز ما لم يصل إلى حد الإيذاء، إذا كنت تؤذي المصلين فحديثك محرم وأنت آثم في هذا الحديث. ولنعرف نقطة مهمة إخوة الإيمان، من يأتي لصلاة الجمعة امرؤ الله تبارك وتعالى اختصه من بين خلقه، كثير من الناس هنا لا يصلون الجمعة، يسعون وراء الدولار، عبيد للمال، لا يبالون بالله سبحانه وتعالى، عندما يتقدمون للوظيفة لا يبينون لمن سيوظفهم بأنه يجب عليهم أن يصلون. لكن الله تبارك وتعالى وضع في قلبكم حب الصلاة وحب الجمعة والحضور للجمعة وحضرتم باكرين، فهذه خيرية من الله تبارك وتعالى، فلا تقابل هذه الخيرية وهذا الاصطفاء من الله بالإساءة، كيف تقابلها بالإساءة؟ والله العظيم أمرنا عجيب، يعني بعضنا هنا في أمريكا رجع إلى الجاهلية الصفر وليست الجاهلية الأولى، مما نحن متفقون عليه أنه في بلداننا هناك تخلف عظيم وهناك تخلف عجيب، وهنا هناك تحضر وهناك تقدم وهذا واضح، لكن بعض الجهلة يقولوا لا هذا من مدح الكفار والثناء على الكفار، هذا قول الحق، هذا حق لا يجادل فيه إلا جاهلان. والنبي صلى الله عليه وسلم نطق بالحق في ملك كان كافرا وهو النجاشي، أمر الصحابة بالهجرة إلى الحبشة وقال لهم فإن بها ملك لا يظلم عنده أحد، ولم يكن أسلم ذاك الوقت النجاشي رضي الله عنه وأرضاه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وقال الحق فيه، ملك عادل. فنحن نقول هذا، هناك نظام هنا، لكن في بلداننا هناك تخلف، بعض الناس عندما يأتون هنا يتغيرون، تتغير فعالهم ويتحضرون قليلا، لكن بعض الناس يرجعون إلى الخلف. أنا زرت 5 دول إسلامية ودخلت مساجدها وصليت، ما دخلت مسجدا والله العظيم وصليت فيه في هذه الدول الإسلامية 5 التي زرتها وسمعت أحدا يتثاءب كالجمل، أو سمعت أحدا يتحدث وصوته عال لدرجة أنه يؤذي المصلين، ما رأيت هذا إلا هنا. يعني في بلداننا نحن أفضل، وأتينا هنا ورجعنا إلى الخلف، لماذا يا إخواني؟ نريد أن نمارس التخلف، افعله في بيتك، افعله في مجامعك مع قومك، لا أحد يبالي، لكن بيت الله تبارك وتعالى مصان عن هذا، بيت الله تبارك وتعالى له آدابه وله خلقه، تواضع لله تبارك وتعالى، إذا سألك أحد اصمت، اصمت يا أخي، أغلق فمك، لا تتكلم، لا تزعج المصلين، اقرأ القرآن أو ابق صامتا ساكتا، تريد الحديث أخرج إلى الخارج وتحدث كما تشاء. الإخوة الذين بارك الله تبارك وتعالى لهم وجعلهم ممن يحرصون على صلاة الجماعة ويحرصون على الصلوات الخمس في المسجد، أيضا نفس المشكلة تتكرر وتحدث، ما أن تنتهي الصلاة إلا وتبدأ الأصوات العالية، كأننا كنا مسجونين وفجأة فرج عنا وخرجنا من السجن. وأحيانا أنبه الناس، يا إخواني اخفضوا أصواتكم، الناس لا زالوا يصلون، يصمتون لنصف دقيقة أو دقيقة ثم يرجع الحديث، والناس لا زالوا يسبحون، والناس لا زالوا يصلون، والناس لا زالوا يناجون ربهم. تريد الحديث؟ ما قلنا بأن الحديث في المسجد محرم، تكلم بصوت منخفض، في زمان الصحابة كان الصحابة يتكلمون، في دولنا الإسلامية الناس يتكلمون في المساجد لكن لا يرفعون أصواتهم بهذه الطريقة ولا يزعجون المصلين ويزعجون المؤمنين الذين يناجون ربهم. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نتواضع وأن نعرف أن المسجد للصلاة وللذكر والعبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معجم الإمام الطبراني، سيكون في آخر الزمان أقوام يجلسون في المسجد حلقا حلقا، إمامهم الدنيا، حديثهم كله عن الدنيا،
تحدثون عن البزنس والتجارة وأمور الناس وأمور لا فائدة فيها شرعا، فلا تجالسهم فإنه ليس لله فيهم حاجة، لا تجلسوا معهم، الله غني عنهم، الله ليس بحاجة. فاتق الله يا عبد الله، إذا دخلت المسجد كن صامتا ولا تزعج المصلين، وأي حجة تذكرها وأي عذر تذكره فهو باطل. ليس هناك عذر يبيح لك بأن تزعج الناس في المسجد، لا يجوز هذا، وهذا مخالف للشرع، وهذا أمر محرم تأثم لفعله. فاتق الله تبارك وتعالى، واختصك الله بالمجيء للصلوات الخمس. كثير من الناس لا يصلون الصلوات الخمس في المسجد، في وقت صلاة الفجر هم في هجاعهم وفي نومهم يشخرون، وفي صلاة العشاء بعضهم عادوا من العمل لكن لا يأتون المسجد، جالسون في بيوتهم يتحدثون أو يتابعون يشاهدون التلفاز أو ما شابه ذلك ولا يأتون للمسجد. وأنت الله تبارك وتعالى اختارك واختصك وجعلك ممن تحافظ على الصلوات الخمس في المسجد، فاعرف قدر هذه البركة واعرف قدر هذه الخير، وكن من الصامتين، وكن ممن لا يزعج المصلين، وكن ممن هو خير لإخوانه لا شرا على إخوانه. فلا بد أن نتنبه لهذا إخوة الإيمان، هذا أمر مهم جدا، هذا أمر مهم جدا. كلام الله تبارك وتعالى يتلى ونحن نرفع أصواتنا، الله يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، عندما يتحدثنا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوته، فما بالكم بكلام الله تبارك وتعالى يتلى وأنت ترفع صوتك؟ ماذا يحدث إذا رفعتم أصواتكم فوق صوت النبي؟ ليس فوق كلام الله، فوق صوت النبي فقط. ما تكلمنا عن كلام الله، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، كل ما فعلتموه يحبط الله لا يتقبله. فلا بد أن نتنبه لهذا إخوة الإيمان، ونعلم أن المسجد له قدسيته وله حرمته وله أدبه، ولا تفعل ما تريد. بعض الناس عندما يدخل المسجد والله كأنه في حظيرة، ما يعرف أنه في المسجد، يدخل ويصيح ينادي فلان وعلان، عجيب أمرنا، والله عجيب أمرنا. وبالأخص في الممر، بعض الناس عندما يكونون في الممر ينسون أنهم في المسجد، أصوات عالية جدا، تنبهوا. وإن كنت في الممر لازلت في المسجد والناس يسمعونك، تريد الحديث ما في بأس، تحدث بصوت خفيف، تريد الصراخ والأعويل والكلام بصوت عال، اخرج للخارج وتحدث كما تشاء إلى ما شاء الله، لن يقول لك أحد شيئا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. What we're going to be talking about for today's khutbah, inshallah, we're going to outline some mistakes that people do in this masjid. Number one is lining up for the salat. People leaves gaps in between them when they pray. Allah Azza wa Jal, He made it obligatory upon us to pray in the masjid. And then he made it obligatory upon us when we are praying in the masjid to stand next to each other. All of that to bring us together, to unite, to love each other, to get to know each other. When we come into the masjid praying together, if any one of us is not coming anymore, we're going to check on him. We're going to search and see what's going on with him. That's why Allah subhanahu wa ta'ala made Salatul Jama'ah obligatory upon us, and we have to stand next to each other. Whenever we stand in, we should not have any gaps in between us. And this is one of the issues that the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam addressed in his ahadith. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Line up properly. Lining up properly is something that considered in the completeness of the salah, for the salah to be complete and to be good, and Allah subhanahu wa ta'ala accept the salah. And also the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, يَا عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وَجُوهِكُمْ. O slaves of Allah subhanahu wa ta'ala, either you line up properly, or Allah subhanahu wa ta'ala makes your faces go into different directions, meaning that Allah subhanahu wa ta'ala makes your hearts go away from each other, you don't love each other. So whenever we're in the masjid, we have to cover the gaps that in between the lines. Sometimes we have a gap in the first line, I mean the second line, but people do not have the understanding of that it is a great
thing, and it's blessings for you to pray in the first line. Move up and cover that line, that gap. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam says, لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لأتوهما ولو حبها. If they know the greatness and the blessings of praying in the first line and coming early during the time that's called for that for the adhan, they will come to the salat even calling. If they cannot walk, they will come calling to the masjid because of the importance and the greatness of praying in the first line, and also the greatness of coming on time early when the adhan is called for the salat. So this is something very important to understand. Number two, talking in the masjid, ya ikhwani. We have a lot of brothers bothering other brothers with their loud voices. People been calling me recently through the previous weeks complaining about when they come early for Salatul Jumu'ah. Other people are talking and bothering them. They come to relax. They come to be happy. They come to pray to Allah subhanahu wa ta'ala. They run away from their jobs and their businesses. They want to relax in the masjid of Allah subhanahu wa ta'ala, in the house of Allah subhanahu wa ta'ala. But other brothers are bothering them. When the brothers who's taking care of the masjid talk to them, please keep your voice down. You're bothering others. They argue. You have no right to argue. You cannot bother people, especially in the house of Allah subhanahu wa ta'ala. That's a sin. That's ma'siyah. You cannot bother the believers who are praying in the masjid, who come to pray to Allah subhanahu wa ta'ala. We must be humble. When someone who is in charge of doing something in the masjid is talking to you, he's not commanding you. He's doing that for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, to make the atmosphere as the atmosphere of worship, for everybody to enjoy his presence in the masjid, and to pray to Allah subhanahu wa ta'ala, and to enjoy the salat, to enjoy reciting the Quran. Same thing happens during the 5 daily prayers. Once the salat is finished, people are talking. Just like we are prisoners, and all of a sudden we are free to go. Loud voices. When the salat is finished, the worship is not finished yet. We have adhkar that after the salat, we have the sunnah of rawatib. And we have brothers, mashallah, they are in the first line reading, praying, and they're still enjoying the worship. You do not have the right to bother them. You want to talk, you can talk. Speak with very low voice. Or go out and speak and talk. Nobody's going to care. Nobody's going to say one word to you. Go outside and talk as you want. But in the house of Allah subhanahu wa ta'ala, we have akhlaq, we have manners. We have rules that's set by the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. It is not a place that you act as you want. No, it's the house of Allah subhanahu wa ta'ala. You have to have more respect to the house of Allah subhanahu wa ta'ala. The respect you have when you go to public places, when you go to meet someone who's great. Let's say you are going to see the president. How are you going to prepare for that meeting? How are you going to prepare for that meeting? You're going to keep thinking all the way to the day of that meeting. What am I going to wear? How am I going to speak? What am I going to say? What am I going to take with me? How is going to be? But when you come to the house of Allah subhanahu wa ta'ala, this visit to the house of Allah subhanahu wa ta'ala is way greater than that visit. But we don't feel it. You come into the Lord of the world, Allah Azza wa Jalla. You come into the King of Kings, Allah Azza wa Jalla. So when you come to the masjid, you have to understand it is a great place. It is a sacred place that it has its own rules. And it's set by Allah subhanahu wa ta'ala, so we must respect it. We must respect it. The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam says in Mu'jam al-Tabarani, سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ يَجْلِسُونَ فِي الْمَسْجِدِ حِلَقًا حِلَقًا. It will be near the end of this life. People sitting in the masjid in groups. إِمَامُهُمُ الدُّنْيَا. They talk about the dunya. They talk about this life. They're not talking about something that connected to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا تُجَالِسُونَ. Do not sit with them. فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةً. Allah is not in need of them. Allah is not in need of them. So please, my dear brothers and sisters, when you come to the masjid, understand the importance of the masjid. Understand the greatness of the masjid. Understand the sacredness of the masjid. Stay calm. Pray. Read the Quran. You can greet and talk to people. That's not a problem. You can greet people and talk to them. That's not a problem. But you have to be, you have to do that. And you don't have to be, don't do that out loud. Don't bother others. When you bother the believers, you are bothering the angels who attended the prayers and praying with the believers. أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ عَلَى أَزْكَى الْبَشَرِيَّةِ وَخَيْرِ الْبَرِيَّةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ
فقد أمركم الله بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بكم أيها المؤمنون، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا، اللهم اجعل في قلوبنا تعظيم حرماتك، اللهم اجعل في قلوبنا حب مساجدك، اللهم اجعل في قلوبنا تعظيم واحترام بيوتك. اللهم يا ربنا إنا نسألك أن تعلي أمرنا وأن تظهر شأننا وأن تحفظ لنا ديننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره دمارا عليه بعزتك وقوتك يا ذا القوة والجبروت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وبالإجابة جدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الله